بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصلنا إلى ملخص الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة عدنا بها تتكلم عن الأمراض، والسؤال عن شلون تسأل عن شخص عن صحته. عدنا طريقة السؤال عن شخص تريد تسأله عن صحته. طبعا أكو طريقتين للسؤال. إذا تريد تسأله عن صحته و أحوال، يعني تريد تقول ليش شلونك شلون صحتك. السؤال الأول How are you today؟ طبعا ممكن كلمة today موجودة أو ما موجودة. How are you today؟ وهنا أنا هي معناتها كيف حالك. هنا أنا لها ثلاث طرق للجواب. هنا أنا لها ثلاث طرق بالجواب. الأولى إذا الأول طريقتين، إذا كنت بصحة جيدة يعني تقول I'm fine thanks، إذا أنت بصحة جيدة أنا بخير شكرا لك، أو تقول I'm very well thanks. ذني طريقتين للجواب. يعني ممكن إذا إجى هذا السؤال عندنا ممكن نستخدم I'm fine thanks و I'm very well thanks. الحالة الثانية إذا كنت بصحة غير جيدة يعني مو تمام الصحة، فش تقول I don't feel well. I don't feel well، هذا إذا كان الشخص بصحة غير جيدة. إذن How are you today عندنا إلها ثلاث أجوبة. إذا كنت بصحة جيدة ما تقول I'm fine thanks، أو تقول I'm very well thanks، وإذا بصحة غير جيدة تقول I don't feel well. زين، عندنا السؤال الثاني اللي هو What is the matter؟ What is the matter؟ ها شنو؟ هنا What is the matter؟ إذا هو الشخص مبين إنه حالته مو تمام، صحته مو تمام، فتريد تقول له ها شلونك، يعني إيش خيرك، إيش بيك، فش تقول له What is the matter؟ وتظلم متر، ما الأمر، شبيك. فهنا أنا طبعا طريقة الجواب أيضا ممكن تكون لها حالتين. مثلا I feel hot إذا كان شخص عنده حرارة، ومثلا يقول I have headache. I have headache ممكن مو headache، ممكن يقول I have stomach ache أو I feel sick، أحد الأمراض يتكلم عنها. وتظلم متر إذا كان الشخص أنت متأكد أنه عنده فرد حالة معينة وجاي تسأله شبيك شنو عندك. What is the matter؟ زين، هنا نذكر الأمراض، كل الأمراض اللي ذاكرينها الله يكتب فيكم الشر إن شاء الله، اللي هي headache ألم الرأس، toothache، stomach ache. طبعا ذني مطلوب من عندك حفظهن املاء، لاني حفظ املاء دائما بالوزارة تجينا على شكل كلمات ناقصة. لان الكلمات feel sick، cold، cough، هاي تنقرأ F cough اللي هي a cough، sore throat، sore throat، stomach هاي CH تنقرأ هنا stomach ache، broken arm، temperature هاي تنقرأ إش، temperature، rash هاي تنقرأ إش. دائما بالوزارة تجينا على شكل كلمات ناقصة. مثلا ينقص لك ذني أكثر، دائما أكثر شيء ينتبه لذني مثلا هيدك يحذف لك ذني ويريدك أنت تكملهن فانتبهوا لهن ذني. زين، عندنا شنو هنا أجزاء الجسم. أجزاء الجسم مثلا اللي هي النوس، ماوث، آي، إير، هيد، ني، تبه الهاي ما تنك ما تنقرأ ني، شولدر، هاند، ثام هاي ما تنقرأ، ستامك هاي تنقرأ إك، وليك، تو، آر، back body، tooth، foot،
ذني أجزاء الجسم. طبعا ذني ممكن تجيك على شكل استخرج الغريب، مثلا يجيب لك تلافة من أجزاء الجسم ويجيب لك واحدة من الأمراض أو غيرها، أو كذلك يجيب لك ثلاثة من الأمراض وواحدة من أجزاء الجسم، تجيك على هذا الشكل أو تجيك على شكل كلمات ناقصة. زين، شلون نقدم نصيحة إلى الآخرين؟ إذا تريد تقدم نصيحة، النصيحة هي أما بالإيجاب أو بالسلب. إذا بالإيجاب أنه تنصحه أن يسوي شيء معين، تنصحه أن يعمل شيء معين. إذا تريد تنصحه أنه يعمل هذا الشيء، تقول له you should، يجب عليك أن، مثلا تقول له you should go to bed. إذا شخص مثلا عنده temperature، تقول له you should go to bed، يجب عليك أن تذهب إلى السرير. بس هاي النصائح شباب، هاي اليو شود خصوصا من نستعمل اليو شود، هاي مو إلزامية، وإن شاء الله راح نجيها بينها وبين المصد. إذا نصيحة اللي هي تعتبر سلبية، بأنه أنت تنهى لا يعمل شيء معين، يعني هذا تقول له لا تسوي هذا الشيء، تقول له يو شودنت. شوف هنا أنا قلت له لازم تسوي، يجب أن تعمل، يو شود، هنا أنا يو شودنت، يجب عليك أن لا. You shouldn't eat lots of food. You shouldn't eat lots of food. يجب عليك أن لا تأكل الكثير من الطعام. زين. وخصوصا كلمة should دائما شباب تجي وراها فعل مجرد، خصوصا should أو shouldn't نفس الشيء، الاثنين دائما يجي وراها فعل مجرد. زين. نجي إلى الأفعال. هنا عندنا هذا التمرين موجود عندك بكتاب النشاط، تلقونه بالصفحة 38. فمثلا go، طبعا ويا من تجينا go to bed أو to doctor. take يأخذ، شي يأخذ some medicine بعض الدواء، أو شي يأخذ tablet حبوب الدواء. where يرتدي يعني يلبس، شي يرتدي wear clothes، ما يصير اقول ان wear to bed يرتدي الى السرير، خطا، واضح لان الكلمات مترابطه تعتبر. drink شي يشرب something hot. eat lots of fruit تجيك بهذا الشكل، يقول لك اربط، تجيك هنا هاي القائمه، طبعا تجيك مخربطينها هم واحده فوق واحده جوا، وانت تختار، راح تجيك هنا ارقام وهنا حروف. زين، عند التمرين الثاني اللي هو بالصفحة 40 ايضا ربط، اللي هو الاز والار، عندنا مثلا تو سمول يعني صغير جدا، او بنقول ات از تو سمول، ذي ار تو سمول. فاذا الاز والار وي تو سمول او البيج. عندنا الايت يأكل، too many sweets، مثلا يقول له don't eat too many sweets، اعتبر السويت من ضمن الأشياء اللي تؤكل، eat. where يرتدي، لازم ايش نختار، لازم نختار شيء لبس اللي هو sweater، a thick sweater. born هنا أنا طبعا يحرق أو يؤذي نفسه، فش نقول yourself، لا تؤذي نفسك، لا تحرق نفسك. زين، go يذهب، طبعا احنا من ساعة قلنا go to doctor، هنا to dentist. dentist شباب هو طبيب الأسنان، ما نقول tooth doctor أو teeth doctor، لا نقول dentist، هذا طبيب الأسنان. go to dentist خصوصا اللي عنده توثك، والأشياء الأمراض الأخرى ممكن يقول go to doctor. إذا الجو صارت عندنا إلها to bed to doctor to dentist كلها تجي وياها. بوت يضع، بوت يضع، ايش يضع؟ البلاستر اللي هو هاي مالت الجروح، اللاصق مال الجروح، on the cut، تنوضع وضع، مو تلبس لبس، فنقول بوت ضع، بلاستر on the cut. break يكسر، break يكسر،
الأشياء اللي تنكسر عندنا حسب الأمراض الموجودة عندنا، your arm دراع اللي تنكسر دائما الذراع، أو ممكن leg أيضا هم ممكن تنكسر. feel يشعر، feel يشعر، يشعر شنو؟ feel sick. من يصير feel sick يصير معناتها يشعر بالغثيان أو أنه في حالة صحية غير جيدة. drink يشرب. الأشياء تنشرب طبعا عندنا هنا اللي هي water. هنا أنا أمثلة على الأشياء اللي ذكرناها، شلون راح تجيك بالوزاري؟ راح تجيك حسب المعنى. مثلا يقول لك she cut her finger, she should put wear plaster. قلنا ما دام بلاستر موجود إذا هنا أنا مو وير، ما يلبس لبس، راح شو نخلي بوت اللي هي يضع. زين، you shouldn't eat drink too many sweets. السويت قلنا قبل شوية السويت هي الأكل، أكل مو ينشرب شرب، فإذا الاختيار هو eat. زين، I have stomach. عندي شنو؟ stomach ache، هنا أنا الألم البطن المغص. فش نقول له؟ العفو you I have toothache. عندي ألم أسنان. أنت شو تقول له؟ لازم النصيحة اللي تقدمها شو تقول له؟ you go to dentist. تقول له you should go to dentist لو you shouldn't. هو عنده توثك، فلازم شو تعطي نصيحة إيجابية، لازم تقول له you should go to dentist، لازم تروح، يجب عليك أن تذهب إلى طبيب الأسنان. بس هنا أنا stomach ache، عندي شنو؟ عندي مغص، stomach ache. eat much cake يعني تقول لازم you should eat much cake، يعني لازم تاكل. لو you shouldn't لازم تنهى انه تقول لا تاكل، طبعا لازم تقول له you shouldn't. هذا الفرق بين النصيحة السلبية والإيجابية. وتقدرون مثل ما ذاكركم اكو عندنا بالصفحة 42 كتاب التلميذ تلقون مجموعة من الصور والكلمات اللي هي عن you shouldn't you should. طبعا هذا النشاط مهم، تقدرون ترجعون له احتمال جمع دم الوزاري. وبعد عندنا ايضا بالصفحة 40 تقدرون ترجعون له ايضا تمرين مهم، حاولوا تراجعوا له. نجي المن الى الضمائر الانعكاسية. شنو الضمائر الانعكاسية؟ هنا ضمائر انعكاسية مترابطة. اذا واحد يحكي عن نفسه I، يقول I، لازم من اريد اقول نفسي اقول myself. I myself. الهي اذا نحكي له عن واحد شخص ثاني، طبعا الهي او اسم، ممكن علي، ممكن احمد، ممكن حسين، يعني مذكر اسم ولد، طبعا دائما نذكرها. هذا الهي او اي اسم مذكر مفرد نقول himself، يؤذي نفسه او مثلا يأخر نفسه او يحرج نفسه، فهي himself. هاي إذا لقينا موجودة هاي إذا الاختيار هو himself. she herself it itself. we هنا نحن لازم نقول ourselves. ليش؟ لأن ال we وال they وال you طبعا يعتبر الجمع، فهنا شو سويناه؟ نجمع، وبإضافة الجمع حولنا ال v ال f إلى v وضفنا es. ourselves yourself yourselves. هنا اليو ممكن تجينا ويا المفرد اقول له انت بنفسك، اقول له yourself. اذا انفسكم، لان هاي تجي نفسك يعني انت وانتم، فتجي مفرد وتجي جمع، لكن احنا دائما نعاملها شنو؟ معاملة الجمع، ما نقول انه هي هاي مفرد. yourselves اذا جمع. they themselves. they هو اصلا جمع، فما يكون عليها الا الجمع اللي هي themselves. الامثله الوزاريه اللي راح تجي عليها I cut. تشوف هنا I cut. ما دام I هنا ايش راح اختار؟ اختار myself لو himself. ال I شنو وياها؟ myself. اذا يا شباب ذني المفروض شو يسوون؟ تحفظونهم كل وحده منين جايه، مهمه جدا هذه. طبعا myself I cut myself. أنا قصيت روحي. شلون قصيت روحي؟ أنا قصيت نفسي.
زين they بما انه they لازم هنا ourselves لو themselves طبعا ourselves لمن للوي اما themselves هي للذي فاذا الاختيار هو themselves. زين هنا ايش راح يجيك؟ يجيك على شكل املاء. هاي الكلمة ما مطلق اياها هو يعطيك بس فراغ قبل يقول لك هي الضمير الانعكاس مالها هم سيلف الذي شنو طبعا انت لازم حافظ هاي وتكتبها هنا them selves. زين I myself we شلون لازم انت هاي ايضا حافظها فهنا راح يجيك على شكل اختيارات او يجيك على شكل املاء فذني مطلوب يا شباب حفظهن كل زين. وطبعا عندنا هنا بالصفحة 41 ايضا على هذه تقدرون تراجعونها تمرين مهم. عندنا الايميل احنا عندنا اربع انشاءات هذه واحدة من الانشاءات اللي تجينا بالوزاري. زين هنا عندنا بالانشاءات اولا عندنا خذينا قواعد العفو خذينا اكتب قطعة عن نفسك وهنا خذينا اللي راح الملاء الثاني العفو الانشاء الثاني اللي هو اكتب ايميل لصديقك. هذا السؤال دائما يتكرر بالاسئلة الوزارية. اولا شلون تكتب ايميل؟ اولا لازم تكتب تو وراها شين هي نقطتين بهالشكل هذا تو وراها نقطتين هاي معناتها الى هاي معناتها الى. وش راح تكتب؟ تكتب اسم صديقك شلون سوينا هنا تكتب اسم صديقك وهذه الات وغيرها تقدر تحط ات واي كلمه ماكو مشكله بس مجرد يصير وكانه شكل ايميل او في بعض الاحيان حتى لو تكتب تو والاسم هم ماكو مشكله واضح بس الافضل الافضل حتى ما تنقص ينقص درجتك تحط ات وتحط اي عباره هنا ورا الات هذه تنقرا ات طبعا واي شيء ورا الات. زين الشيء الثاني تجي تكتب سبجكت بعد كتبت هذه تجي النوب تكتب جواها مباشره سبجكت من يا جهه من هاي الجهه شوف من جهه اليسار كتب السبجكت حطيت نقطتين بهذا الشكل. زين تجي تكتب هذا معناته السبجكت معناته الموضوع انت شنو موضوع رسالتك فمثلا فرضا هذا الموضوع how are you today مثلا انت هذا الموضوع عنوان رسالتك انه جاي تسال عن صحه صديقك. زين كتبت هذه كتبت هذه مثلا بهذه الطريقه تجي نوب تبدي بإلقاء التحية عليه. أما تقول ديا أحمد مثلا إذا هو اسمه أحمد لأن اعتبار هنا أخذنا إحنا واحد اسمه أحمد طبعا هنا ممكن تخلي أي اسم شباب ما اللي يعجبك ديا أحمد أو تقول هاي أحمد يعني لو هذه لو هذه مو ثيناتهن تبه مو ثيناتهن لو هذه لو هذه. زين ألقيت التحية هذا هنا معناتها عزيزي أحمد أو تقول مرحبا أحمد تبدأ بكتابة النوبة شنو نص رسالتك شنو الرسالة اللي تريد توديها لصديقك. طبعا هنا الرسالة لازم تصير إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو هنا تبدي بمقدمة يعني تريد شنو تحكي تحكي صاحبك شو تقول لصاحبك فمثلا هنا يقول هاي حسب الكتاب موجود عندنا بالكتاب My sister said you didn't feel well yesterday. أختي قالت لي إنه أنت بصحة غير جيدة أمس. Because you had a cough لأنه كان عندك أنت سعال. I hope you are feeling better today. أتمنى إنه تكون أنت بأفضل حال اليوم. كملت في مقدمة سألتها عن صحته اللي هو موضوع رسالتك تبدي النوبة. تخب يعني تسولف وياه عن اشياء جديده تبدي بموضوع جديد فايش تحاكي النوبه طبعا تنزل من كتبت هاي تنزل فقره بالقطر الجوه ات سكول مثلا على سبيل المثال هذا ات سكول ان ماي كلاس
we look at using internet and learn how to go online. It was very interesting, and we look at how to write an email. My teacher said we should write an email for homework. So this is my homework. هنا أنا قلت لأنه أنت بالصف تعلمنا شلون ندخل على الإنترنت ونروح نكون متصلين على الإنترنت، وكان موضوع شيق وعلمنا شلون نكتب رسالة بالإيميل، والأستاذ قال لنا إنه هذا لازم تكتبونه على شكل homework، يعني واجب بيتي، فإنه هذا أنت الواجب البيتي اعتبار إنه أنت ما جاء. زين كتبت هذا الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث اللي هو الخاتمة، أنت شلون تختم رسالتك. طبعا راح تقول له best wishes، تكتب best wishes معناتها مع أطيب الأمنيات، مع أطيب الأمنيات، وتحط فارزة والنوبة تكتب اسمك، واضح؟ تكتب اسمك هنا، إذا أنت اسمك علي تكتب علي، اسمك محمد تكتب محمد، اسمك حسين وهكذا، واضح؟ best wishes والنوبة تكتب فارزة وتخلي اسمك. فهذا النموذج راح يصير عندنا بهذا الشكل، مثلا to احمد هاي @gmail.com، هنا الموضوع subject how are you today، هاي احمد ما اختاريت ديا احمد ذيجه، اختاريت شنو هاي، هنا مو عندنا احنا ديا اسمه، انا اختاريت هاي، قلت هاي احمد وكملت لنفس النص وبيست وشوز فارزه. هذا طبعا هذا النص قدرون، هذا الملف اللي جاي احكي بيه انه تلقونه كله موجود طبعا بالوصف مال الفيديو، هنا تلقون مكان مال تحميل تقدرون تروحون وتحملونه تقدرون تستفادون من عنده. زين الاهم شيء حتى ما انسى، هم زين تراعي انه من تكتب شباب، من تكتب اول ما تبدي بحرف كبير، اذا من تنتهي هنا النقطة تبدي بحرف كبير، هنا نشوف بداية الجزمة نهاية النقطة، هنا نشوف اتيز، يعني هنا نشوف دائما بعد النقطة مباشرة تبدأ بحرف كبير، الأسماء تبديها بحرف كبير، تنتبه إلى التنقيط شيء مهم. زين عندنا قطعة يوزنج انترنت، القطعة هاي طبعا كتاب الطالب تلقونها بالصفحة 44. هنا عندنا مجموعة كلمات اللي هن access يدخل، coming up يظهر، go online يتصل، navigate ينتقل، scrolling up يعني يمرر إلى الأعلى، شون هسه هذه مثلا هسه جاي حرك لك هاي scrolling up، click on طبعا هو الكليك اون هو النقر مثل ما هسه انا بالماوس جاي انقر على الاسمه لا تسمعون النقرات، press معناتها يضغط يدوس، يعني شلون نقول يدوس press، و search معناتها بحث. هنا أنا مقسمات الى افعال واسماء، الاسماء طبعا هذين كلهن افعال، الاسماء انترنت، ادرس اللي هو عنوان، ماوس فأرة، كمبيوتر اللي هو الحاسوب، لوجن اللي هو تسجيل دخول، ويب بيج صفحة الانترنت، انتر، كيبورد، سكرين، سمارت فون، تابلت، ويب سايت، وتاتش سكرين. هنا اكو عندنا هذه الكلمات مترابطة يا شباب، فمثلا جو اونلاين، الاونلاين دائما يجي وياها جو، مثل هنا الجو اونلاين مرتبط بمن يا شباب، مرتبط بالويب، عبارة الويب، فدائما إذا تلقى أونلاين تلقى كلمة ويب وياها، أو تلقى جو، لو تلقى جو وياها لو تلقى ويب، فإذا دائما تجيك تجيك على شكل فراغات، فهاي الفراغات دائما إذا نطيك هاي الجملة هاي الكلمة لازم بالجملة أكو كلمة أونلاين، أو تلقى جو تلقى موجودة أونلاين، فلازم إذا مطيك هاي لازم بالجملة تلقى واحدة من ذني، لو هاي لو هاي، إذا مطيك مرات جو أونلاين كلها تلقى ذا ويب، وهيش الطريقة. السيرش، السيرش معناتها يبحث، أنت عليه من جاي تبحث،
البحث دائما بالانترنت عليه من يكون عن الويب سايت، عن المواقع. فاذا السيرش والويب سايت دائما مترابطات هذين بين الفعل وبين الاسم. كي ان هو عملية ادخال العنوان، يعني انا جاي اكتب شنو كي ان، يدخل العنوان. فكي ان قلت لك هذه مرتبط ارتباط مباشر بمن، بكلمة العنوان اللي هي ادرس. فدائما اذا جتك على شكل فراغات، اذا بوجودك كي ان لازم تروح تلقى بوحدة من الجمل ادرس، واذا مطيك ادرس لازم تلقى بالجملة كي ان. واضحة؟ فذن من الترابطات لازم تحفظها. بريس يضغط. زين، هو جاي يضغط، يضغط على شنو؟ لازم على الكيبورد. ها، شي بالكيبورد اللي هو شنو؟ هو الانتر. يدوس، شي يدوس؟ يدوس انتر اللي هو الدخول. فكلمة بريس وانتر متوافقات. اذا اعطاك بريس لازم بالجملة اكو كلمة انتر، واذا اعطاك انتر اكو بالجملة كلمة بريس. كليك، ينقر. هنا هو على اليمن ينقر. هسه انا اللي جاي احرك لك الماوس على اليمن انقر. هسه من هنا نقرت، شو ايش قلت لك؟ قلت لك كليك، نقرت. فالنقر وين يكون؟ بالماوس. فاذا الكليك مرتبط بالماوس. الكليك دائما يكون وين؟ النقر. النقر يكون بالماوس. زين، نافيجيت او سكرولينج. مرات تجيك كلمة نافيجيت او سكرولينج، هنا هي بمعنى التنقل. نافيجيت معناتها يتنقل، مثل ما هسه هنا وينها النافيجيت؟ ما موجود هنا، ما كاتبينها. المهم نافيجيت يتنقل. سكرولينج، سكرولينج معناتها شنو؟ ايضا شنو معناتها؟ يتنقل، يتنقل. شوف نافيجيت هنا سوري يتنقل، وسكرولينج اب ايضا يمرر الاعلى، نفس الشيء. فهذني النافيجيت هي الحركه. هسه شوف لو هذا الملف احركه لفوق وهنا انزل لجوا، هذا النافيجيت، تنقل من فوق المن الى جوا. اذا مرتبطه بالاب اللي هي لفوق والداون. اذا ذن الكلمات مرتبطه بالاب والداون. اذا هذه تلقى له اب داون يعني هذا الاختيار. اذا لقيت اب داون بالجمله يعني اما هذا موجود او هذا موجود، وحده من عندهم. زين، تقدر تراجع. طبعا عندنا اكو تمرين على هذا، تلقونه بصفحة 46 47، تقدرون ترجعون له. كذلك كتاب النشاط صفحة 42، راجعوه. زين، قطعة stay safe online، شلون تبقى آمن على الانترنت؟ كيف تبقى آمنا على الانترنت؟ طبعا هنا أنا هاي القطعة مهمة يا شباب، ممكن تجيك على شكل القطعة الأولى، سؤال القطعة الأولى وعليها نقاط اللي هي yes or no، أو تجيك true false. فش يقول هنا؟ there are six ways to stay safe online، هناك ست طرق حتى تبقى آمن على الانترنت. شن هي؟ be nice with people to people online، لازم تكون انت يعني لطيف مع الناس المتصلين على الانترنت. be careful about what you share، هنا لازم الاشياء اللي تشاركها لازم تكون حذر. شنو هي الاشياء اللي تشاركها؟ ممكن صور، ممكن افكار، فلازم تكون حذر بالاشياء اللي تشاركها. مو ما تشارك نهائيا، ولكن تكون حذر من الاشياء اللي تشاركها، لازم تكون لطيفة، مو اشياء مسيئة. keep your personal information safe، يعني يقول معلوماتك الشخصية دائما لازم تخليها آمنة، مثل الباسورد وغيرها. keep your password safe، should use letter، هنا يقول لازم الباسورد مالتك لازم يكون safe، آمن. مثل use، استخدم شنو؟ letter، شوف، و capital letter و number و symbols ورموز. استخدم شلون يصير آمن؟ تستخدم حروف كابيتال، حروف كبيرة، أرقام ورموز، فحتى يكون الرمز مالتك قوي، ما حد يقدر يخترقه. Never meet a person that you only know online، لا تلتقي بأي شخص
تعرفه فقط على الانترنت، شخص ما تعرفه مجرد صار صديقك على الانترنت بس اونلاين، فهنا لا تروح ولا تلتقي به لان ممكن هذا به مخاطر، يجوز عصابات او شيء. If you find something you don't like, tell your parents or your teacher. إذا لقيت شيء ما يعجبك، يعني هنا you don't like، ممكن أشياء مسيئة، ممكن أشياء تحريضية أو تحريض على العنف أو غيرها، وما قدرت تجاوب هاي الأشياء وما قدرت تهضمها، ممكن تسأل your parents، أبويك يعني أمك أبوك، أو your teacher حتى يوضح لك الأمور. هنا عندنا 6 نقاط. You shouldn't share، يقول you shouldn't share your thoughts with friends، أنت لازم ما تشارك أفكارك مع أصدقائك. إحنا ما قلنا you don't share، you shouldn't لازم ما تشارك، لا قلنا be careful. إذا هاي شنو خطأ؟ No، إحنا قلنا كن حذرا، ما قلنا نهائيا شوف be careful، كن حذرا، شارك بس لازم تنتبه. This is a good password، يقول هذا good password، خطأ. شنو يعني الجود باسورد؟ 1 2 3، احنا لازم قلنا لتر وكابيتال لتر ونمبر وسمبل، هذا خطأ، هذا مو خوش باسورد. لازم حتى يصير قوي تستخدم حروف، حروف كبيرة وأرقام و رموز، مو بس هذا. زين. If you don't like something online، إذا لقيت شيء ما يعجبك، tell adult، أخبر الأشخاص البالغين اللي أكبر من عندك. طبعا هنا أنا صحيح، إذا لقيت شيء ما يعجبك تقدر تبلغ الناس الأكبر من عندك، أخوك الكبير، أبوك، أمك، معلمك، تقدر تبلغهم. فإذا هاي yes. You must never meet people that you only know online، يقول لا تلتقي ابدا بشخص تعرفه فقط على الانترنت. طبعا هاي صحيحه، لا تلتقي باي شخص، هاي طبعا ايضا النصيحه لك سواء للدرس او لغير الدرس، لا تلتقي باي شخص تعرفه فقط عن طريق الانترنت. You should keep your personal information safe. You should never، شوف شو يقول لك، يو شود نيفر، لازم ابدا ما تحفظ معلوماتك الشخصيه امن، لا احنا قلنا لازم تحفظهن، مو لازم ما تحفظهن، ها لا لازم تحفظهن، لان معلوماتك والشخصيه انت خاصه بيك، ما المفروض الناس تطلع عليها. اذا هاي نو لازم نحفظهن، هو ايش قايل لك؟ لازم ما تحفظهن، يو شود نيفر، اذا هاي خطا. It is bad idea to put your number online، يقول انه هاي فكرة سيئة ما الواحد يخلي رقمه على الانترنت. طبعا اكيد انه فكرة سيئة، لا تخلي معلوماتك الشخصية على الانترنت، لازم تكون آمنة وسرية وخاصة بك. زين، الفرق بين should و must، الفرق بين must و should، ال should وال shouldn't نستخدمها قلنا هي كنصيحة، بس هو ما ملزم الشخص اللي نقول له شد، ما ملزم انه يطبق هذه النصيحة، يعني ممكن ما يطبقها كيف، ها ممكن يطبقها. مثلا اقول له يو شود جو تو بيت، انت لازم تروح تنام، هو مو شرط الا يروح ينام، واضح مو الزامية. بس الماست والمصنت، من اقول له ماست يجب عليك لازم، يعني هذا لا يعني وكأنه أمر وليست نصيحة، تستخدم للأمر تقريبا أو لتقديم قاعدة سلوك معينة. يعني أنت إنه واحد إذا مثلا معلومات الشخصية، مثلا هنا you must keep your personal information safe، أنت معلوماتك الشخصية لازم تبقى آمنة، يجب أن تبقى آمنة، هاي مو نصيحة، مو you should، هاي وكأنه قاعدة بالحياة إنه دائما. فإذا تكون هاي إلزامية. مثلا عندنا أمثلة وموجود هاي أيضا عندنا بالكتاب، راجعوهن شباب إذا حالينهن. you فراغ meet person you don't now online، طبعا ها تقول له shouldn't لو mustn't، لازم تقول له mustn't، لازم ما تلتقي، هاي لأن هاي قاعدة ثابتة مو نصيحة،
هو كأنه أنت جاي تحكي عن قاعدة ثابتة بالحياة، أنه الشخص اللي تعرفه فقط أونلاين مصنت، يو مصنت، لازم أبدا ما تلتقي به. He has broken arm. He فراغ go to hospital. هنا دائما الشود ويا من، إذا واحد عنده مرض معين أنت تقدم له نصيحة، ما تأمر أمر أو تقدم له قاعدة بالحياة، واضح؟ فإذا تستخدم شود، إذا شخص مريض تقدم له نصيحة إنه شو يسوي، هو بعد كيف يختار يروح، مثلا هنا عنده كسر بذراعه كيف يروح للهوسبيتال أو ما يروح، هاي ظلت يمه. بس هنا كقاعدة بالحياة عامة إنه مثلا لازم ما تلتقي، فهنا ماست أو مصنت. زين عندنا ذا والأ والأن، ليه ما تستخدم ذا؟ احنا خذينا الأ والأي أن وقلنا انه الأ قبل الكلمة اللي تبدي بحرف صحيح، والأن قبل الكلمة اللي تبدأ بحرف علة. الذا اليمت، الذا مع الأشياء اللي هو تكون فريدة يعني من نوعها، وحيدة بالكون. مثلا ذا صن، هي صن وحدة بالكون كله، بس صن وحدة، فش نقول ذا صن، ما نقول أصن، ذا صن، وكأنه هذه معرفة. شلون عندنا المعرف بأل وكنكرة، إذا آه معناتها نكرة، الذا معرف. فالمون قمر، هو كم قمر عندنا؟ احنا عندنا قمر واحد، اذا ذا مون. زين ذا وورد، العالم، هو العالم واحد، اذا ما نقول عالم، نقول ذا وورد. اه وورد ماكو، ذا وورد. انترنت، هو الانترنت، هو واحد، سواء عندنا او عند امريكا او عند، هو واحد. انترنت هي شركه واحده، انترنت. زين ذا ويب، الشبكة العنكبوتية، هي أيضا وحدة، العالم كله يمشي عليها. زين The Tigrist، نهر دجلة، هو كم نهر دجلة احنا عندنا أيضا بالعالم بالكون كله، هو نهر دجلة واحد، وأوفرتس نهر فرات واحد. إذا الذي مع الأشياء اللي فريدة من نوعها أو وحيدة بالكون، بس هي موجودة بالكون. زين هنا الآ والآن، ممكن مثلا كار، هو عندنا سيارات نقول أكار، ما نعرفها هي سيارة. زين عندنا إضافة أس الجمع، أس الجمع احنا ليه بتنضيفها؟ نضيفها حتى شو نسوي؟ حتى نسوي من الكلمة، من الكلمة المفردة نسويها جمع. بين أبوك، أبوكس. بين بينس، دور دورس، وهكذا. زين إذا كانت الكلمة الاسم منتهي بذن الحروف اللي هنا الأكس سي اتش، العفو اس اتش سي اتش اس أو دبل اس متكررة أو او، شو أسوي؟ ما أحطن بس اس، أحطن لا، أضيف اي اس، أضيفن شنو؟ اي اس. إذا الكلمة منتهية بهذا الني راح أخلي اي اس، مثلا جلاس، شوف انتهي بالاس اس، ايش خلينا؟ جلاسز، ما خلينا بس اس وصير ثلاث اسات. بوكس، ايش خلينا؟ اي اسات، بوكسز. واتش، واتشز، شوف هنا انتهي بسي اتش، خلينا اي اس بالرن. تميتو، تميتوس، خلينا اي اس. زين اذا انتهت الكلمه بحرف واي، اذا انتهت الكلمه بحرف واي، شنو قبل الحرف الواي؟ قبل حرف صحيح، انتبه لي هذه، حرف واي قبل شنو؟ قبل حرف صحيح، واضح؟ مثلا هاي ستوري، واي شنو قبل ار؟ حرف صحيح. شنو نسوي؟ الواي هذا انقلبه المن الى اي، نحاول شنو؟ اي، ونو بنحط شنو؟ نحط اي اس، ما نحط بس اس. شوف هنا ستوري، غيرنا هنا لحد هنا، غيرنا الواي سويناها شنو؟ اي، ونوبش حطينا اي اس. كانتري، ار، هنا الواي شنو قبلها؟ ار. كانتريز، فلاي، هنا قبلها اي، فلايز. زين الكلمة اذا منتهية بالاف، واذا منتهية بالاف اي، سواء هاي الاف او الاف اي، شنسوي؟ نقلبهن المن في، شنحولهن؟
نحولهن في، نحول هاي الاف او الاف اي، اذا الكلمه منتهيه بوحده من ذن الكلمات نحولها شنو في، وش نحط؟ نحط اي اس. واضحه؟ مثلا هالف، شوف انتهي بالاف اي سويناها، العفو نايف، نايفز، هالف، هالفز، وايف، وايفز. زين اخيرا عندنا كلمات لا تجمع باضافه اس، عندنا كلمات من نجمعها ما نضيف لها اس، مثل ايش؟ مثل مان، تصير مين. شوف ايش غيرنا، غيرنا الاي هنا، ومن تصير ومان ايضا، بس ينهي بس حرف واحد تغير وصارت معناتها نساء، ومن مرأة، نساء، مان رجل، رجال. child، شوف شوف سوينا، ضفنا لها ار اي ان، children، فوت معناتها قدم، معناتها صارت فيت. شوف ايش غيرنا، دبل او غيرناها اي اي، tooth صارت تيث، هم غيرنا الدبل او غيرناها الى اي اي. زين شو راح تجينا بالوزارة؟ تجينا بهذا الشكل، يقول لك ديسك، ديسكز، كانتري، طبعا هنا أنا حرف واي قبل حرف صحيح، لازم نقلب هذا اي ونضيف اي اس، يصير بهذا الشكل، لازم تكتبها انت هنا بهذا الشكل صحيح. هاند، هاندز، توث، التوث طبعا هاي من الكلمات الشاذة اللي قبل شوية قلناها، بس راح تصير تيث الحل مالتها، العفو توث تيث، هاي حاطها في ثانية سوري، لازم تيث. زين بوك، بوكس، توي، شلون نجمعها؟ طبعا تويز، ليش؟ لان الواي قبله حرف علة ما راح نغيره، يبقى كما هو، اس تويز حطينا بس اس. كار، كارز، واتش، نحط هنا شنهي بمنتهية بالسي اتش، فراح نحط اي اس. زين وصلنا تقريبا الى نهاية اللي هي عندنا ماي فاميلي نيو لابتوب، هاي القطعة شباب مهمة جدا جدا، ممكن تجيك تجيك من ضمن الاسئلة تجيك، وتقريبا انا اقول لك شو الاكيد انه نقطة من هذني او نقطتين تجيك بالوزارة. فش يقول هنا القطعة؟ yesterday I went to the mall with my family، رحت ويا عائلتي للمول، to look for new computer، احنا رايحين حتى نشتري new computer. My dad ايش قال؟ said that we should buy laptop، قال احنا لازم نشتري لابتوب ما نشتري كمبيوتر من هذا التلفزيون وغيرها. ليش؟ because it is easy to carry، ليش؟ لأنه سهل الحمل، يعني إحنا نقدر. shouldn't be too big or heavy، وبعد لازم ما يكون كبير جدا أو heavy، زين heavy يعني ثقيل. my dad and mom، يقول هنا أمي وأبي يقدرون يستخدمونه، المن for work للعمل وبالبيت. هبه اند اي، كان يقول انا وهبه نقدر نستخدمها وين؟ بالبيدروم. زين المن نستخدمها فور هوم ورك، حتى الواجبات البيتيه، وي كان سيرش فور انفورميشن، ونقدر نسوي بحوث على المعلومات اذا كان عندنا سكول بروجكت. زين مام سيز ذات وي كان سي وي كان ايميل اور فريند and family، قالت الام قالت لازم احنا هنا نقدر نراسل عائلتنا واصدقائنا عن طريق الايميل، but we must have safe password، لكن لازم شنها عندنا هنا؟ عندنا الباسورد للحمايه، safe password، نحميه بمن؟ باسورد. We should remember the password، ولازم شنو هذا الباسورد؟ نتذكره، مو تكتب الباسورد وتنساه. We shouldn't write it down، وما تكتبه جوا، مثلا كل جماعة مثلا يسوي باسورد للتليفون يخاف ينسى وين يكتبه، بظهر التليفون، لا خطأ. ولا تكتبه مثلا بالكمبيوتر جوا، هذا خطأ، لأن جزء واحد يلقاه وراح يفتح عندك الموبايل مالتك، لأن معلوماتك موجودة. زين
We shouldn't, we must share information and photo with friends and family only. احنا هنا المعلومات والصور لازم نوديها بس وين؟ من الاصدقاء والعائلتنا، مثلا اخ اخوي اختي شنو، اما غيرها ما نودي لهم. زين، حتى نكون حذرين شنو نشارك. We looked at lot of laptop. يقول احنا دورنا وتباوعنا الى هواي من اللابتوبات. Somewhere too big، كان قسم منعته كبير جدا. Somewhere too small، وكان قسم منعته صغير كلش. A lot of laptops were too expensive، وكان هواي من اللابتوبات غالية. It took long time، يقول أخذنا وقت طويل. To choose the best one for our family، يقول خذينا وقت طويل حتى اختارينا أفضل وحدة لعائلتنا. هنا يقول our laptop، هنا بعد ما اشتراه يقول اللابتوب مالتنا بلاك سيلفر، لونها سيلفري with black keys، لونها سيلفر والكيبورد او الدقم سودا. It has a mouse، بها ماوس، ويب كام، بها كاميرا انترنت. It can connect to internet، طبعا تقدر تتصل بالانترنت. It can play music، نقدر نشغل بها الميوزك الموسيقى. And can send message، ونقدر نرسل رسائل بها طبعا ايضا عن طريق الانترنت. That doesn't want to buy laptop، يقول ابوي ما كان يريد نشتري لابتوب. لا، هو هنا شنو قال؟ قال اريد اشتري لابتوب. زين، رقم 2، mom think that heavy laptop are the best because they are strong. لا، هم ايش رادوا؟ رادوها لا كبيره لا كبيره ولا شنو هيفي. اذا هذه خطا المعلومه. ايضا الام ما قالت ما اريدها اريدها اسمه ثقيله، لا هذه خطا ثانيه. The family can use laptop in different room، يقول العائلة يقدرون يستخدمون اللابتوب في غرف مختلفة. طبعا صحيح، مثل ما قلنا هبة وهذا يقدرون يستخدمونها بالغرف وغيرها. It is good idea to write your password down and keep it safe، يقول اكتب انه فكرة جيدة انه واحد يكتب الباسورد وين؟ جوا الموبايل ويحافظ عليه ما حد يشوفه. لا، خطأ، هذه لازم ما نكتبه، لان اذا ضاع موبايلك ممكن واحد يفتح ويشوف الباسورد مالتك، يقدر يفتح تليفونك وتراحت معلوماتك. The children can share photo with their family، الاطفال يقدرون يشاركون الاشياء مع عائلتهم. طبعا صحيح، احنا قلنا نشارك الصور والافكار ويا من مع عائلتنا، اذا هاي صحيح، بس ويا الغرباء لازم نكون حذرين ايش نشارك. اللابتوب وير تو اكسبنسيف، يقول كل اللابتوبات كلها كانت غاليه. لا، احنا ما قلنا كلها، ايش قال؟ lots of laptop were too expensive. هنا شوف قال تو اكسبنسيف، يا هن lots of، الكثير من اللابتوبات مو كلها. باس، اذا هاي ساته خطا. باسم فاميلي لوكت ات lots of laptop، طبعا هم دوروا على شافوا هواي لابتوبات، يلا لقوا هاي اللي عندهم. هذا نهايه صحيح. The laptop they bought black with silver key، يقول اللابتوب اللي اشتروها سودة والدقم سلفريه اللي هي فضيه. طبعا لا، هي بالعكس، هي فضيه والدقم سودة. اذا هاي الاخيره خطا. انتهينا من ملخص الوحده الثالثه. شكرا لمتابعتكم، واتمنى لكم النجاح في امان الله.